Hello everybody, how are you? I hope you are fine. أتمنى من كل قلبي أن يكون الجميع بأتم الصحة والعافية. Today we have future. اليوم عندنا المستقبل. We studied before or we have studied before. درسنا مسبقا نحن ال will ككلمة دالة about future أو يعني تستخدم للمستقبل. Today we have اليوم عندنا new lesson درس جديد it's going to هو ال going to what's the meaning of going to going to means سوف how about will وماذا عن ال will سوف no just wait a minute انتظر دقيقة أستاذ مراد going to تعني ذاهب إلى You taught us. أنت درستنا ذلك. Yes, that's right. Let me explain to you. Step by step. خطوة خطوة. If we start, لو بدأنا من ال will again, كمراجعة quickly. And ستبدأ الجملة بsubject بفاعل ثم will ثم الفعل يأتي في المصدر. ما معنى مصدر? Infinitive. ما معنى infinitive يا مستر مراد? الانفينيتيف يعني الفعل بدون اي اضافات نو اي نيجي نو اي دي نو اي ار نو اس نوثينج ولا شيء اوكي فور اكزامبل وي ويل جو تو سكول تومورو او مثال على ذلك they will study english language another example مثال اخر سارا ويل فيزيت مي اون ماندي سارة سوف تزورني يوم الاثنين. والquestion منها Will Sarah visit me on Monday? هل سوف تزورني سارة يوم الاثنين؟ Sarah will not وتختصر إلى won't. Sarah won't or will not visit me on Monday. So إذن ال will it's clear واضحة. I will go, I will play, I will study, I will visit you, I will call you tomorrow morning. It's okay. It's clear. واضحة. But today's lesson, درس اليوم is completely different. مختلف كليا. It's in the future. هو صحيح انه في المستقبل. لكن تركيب الجملة والاستخدام, everything is different. كل شيء مختلف. What's the difference? ما هو الفرق? If you notice, لو تلاحظون أن هنا يوجد be والb هي دلالة أو رمز لل is, are, or am. عندما أحد يقول لك be يعني هي الرمز أو الدلالة لل am أو ال is أو ال are. You know it. تعرفونها طبعا. I, am, you are, you are. He is, she is. Okay. So your sentence, إذن جملتك سيكون بها إما is or are or am. But here, لكن هنا, there is no am or is or are. Yes. Okay. So أنا هبدأ جملتي مثلا بI. I am going to. ثم أأتي بفعل أيضا مصدر. سيكون دائما مصدر. Infinitive. Infinitive يعني مصدر. I am going to play football tomorrow. أنا سوف ألعب كرة القدم غدا. نرجع للبوينت الذي أخبرناكم مسبقا. يا أستاذ مراد, you told me. أنت كلمتني أو أخبرتنا أنه ال going to بمعنى سوف. لأنه الآم والإز والآر إذا جاء بعدهم فعل وإضافة له أي نجي هو معناته مضارع مستمر I am playing, I am cooking Yes, that's right, صحيح لكن هنا going to لوحدها going to يعني going to هي نفسها هذه الكلمة وليس غيرها تعني سوف طيب أنا كيف أعرف أن معناتها سوف وكيف أعرف أن معناتها ذاهب إلى سأخبرك إذا جاء after going to فعل verb فهو درس اليوم اللي هو مستقبل ستستخدم ال going to بمعنى سوف going to play going to meet سوف تقابل going to visit going to cook سوف تطبخ طيب
انا اللي درستك اياه مسبقا اللي هو البريزنت كونتينوس جوينج تو وياتي بعدها ناون اسم وهذه تعني ذاهب الى يعني I am going to school هذه صحيح هي انا ذاهب الى المدرسه الان هذا المضارع المستمر الذي درسته معي مسبقا She is going to Paris هي ذاهبة إلى باريس الآن يعني She is going to Paris لكن عندما تستخدم going to وبعدها فعل verb فعلى طول هيصبح going to بمعنى سوف وتصبح تستخدم ككلمة مثلها مثل الويل الويل معناتها سوف والgoing to تعني أيضا سوف طيب مثال على ذلك They are going to visit me on Monday. هم سوف يزورونني يوم الاثنين. شوف. She's going to. She's going to help me. هي سوف تساعدني. طيب. أعطيني مثال يا أستاذ مراد بعدها ناون مش مضارع مش مستقبل. أنا أريدها present continuous. I am going to work. أنا ذاهب إلى العمل. I am going to work. Work هنا كاسم. صحيح أنها هي فعل واسم تستخدم لكن أنا ذاهب إلى العمل. مثال آخر. They are going to the gym. هم ذاهبين إلى الجيم. إذا ركز معي. الجيم هنا اسم ناون. فالgoing to تكون ترجمتها ذاهب إلى. لكن لو كانت they are going to visit, play, cook إذا معناتها سوف يطبخون ويلعبون ويزورون سوف حلينا المشكلة الخربطة اللي كان عند كثير من الطلاب وهي أنه أنا هذه يعني أتخربط فيها يا أستاذ مراد between present continuous المضارع المستمر ويقولون لي أنها future وأنا أعرف أن going to يذهب إلى وهي الآن تخبرني أنها سوف إذا أغلقنا هذا الباب in brief باختصار going to بعدها فعل سوف خلاص going to بعدها اسم ذاهب إلى خلص يا عمي الباب close the door اغلق الباب خلاص مش بابك لحظة تعال لا يكون رحت تغلق الباب من صحيح أنا بقصد لك اغلق باب هذه النقطة خلاص انتهينا منها let's go to point two خلينا نروح للنقطة الثانية let's go to point two point two النقطة الثانية إنه البعض قد يسأل Mr. Murad what's the difference between will and going to طالما as long as you say طالما انت تقول انه الويل سوف والgoing to سوف مش هنختلف في تركيبهم انا هاخذ بالي اني لن اضع الاز والار والام هنا خلاص I will go I will play I will study it's easy come on سهلة يا استاذ وهذه سأعمل في حسباني I will put in my consideration سأضع في اعتباري To remember and أتذكر الآم والإز والآر I am going to, he is going to, they are going to هضع فعل, هضع فعل, لا تخاف مش هضع اسم عشان يكون مستمر هضع فعل, they are going to visit, play سيد مراد ممكن أقول go, هم سوف يذهبون Yes, معقولة؟ يعني ممكن تقول I am going to go أيوة, ما احنا اتفقنا إن going to إذا جاء بعدها فعل تصبح سوف فهيكون المعنى I am going to أنا سوف go أذهب to London to Paris no problem مش مشكلة إذن اتفقنا فلكن يأتي واحد يقول طيب طالما إنهم نفس الشيء ليش يعني متى أنا أستخدم يا سمرد ويل متى أستخدم going to I don't get this point النقطة هذه ما فهمتها I don't get it Listen, أنت عليك أن تعلم You have to understand that إنه الويل هي القرارات المستقبلية القرارات اللي أنت قررت أنك تعملها غالبا الآن اتخذت القرار بشكل مفاجئ أيوة أوكي مستر مراد أوكي Go on واصل لكن going to لا is different مختلف هل going to أنت لا تقول I am going to أنا سوف وتضع فعل بعدها إلا وأنت قد سبق وأن قررت ورتبت وخططت وأعددت فأنت you are sure خلص أنت متأكد من الموضوع هذا
examples. بالله أمثلة أستاذ مراد please. أوكي. أنت الآن ابنك زعلان is upset ويريدك أن تشتري له دراجة. فأنت الآن في هذه اللحظة اتخذت القرار. فماذا ستقول له؟ سوف أشتري لك سيكل. I will ولا I am going to buy for you bicycle or cycle. إيش هتقول؟ طالما أنه الآن زعل منك وأنت وعدته فهتستخدم will لأنه القرار اتخذ الآن. I will buy bicycle أو I will buy for you سوف أشتري لك دراجة. اتفقنا؟ بعد كم يوم أنت ستخبر والدته أنك يعني خططت ورتبت واتخذت القرار المسبق فتقول لها I am going to buy a bicycle for Jim, for أحمد, for عبد الله. أنا ناوي أو خلاص عقدت أني أنا أشتري bicycle دراجة أو cycle for أحمد. طيب another example, مثال آخر عشان نعمق الفهم. الآن أحدهم جاء قال لك there is a very good concert. Concert يعني حفلة موسيقية أو party حفلة, party concert أي شيء يعني حفلة أو فيلم. فأنت تقول oh really, صحيح حقا. فاتخذت القرار الآن أنك ستذهب إلى الحفلة الموسيقية هذه أو إلى الزفاف الفلاني أو كذا. فماذا ستقول؟ I will go to the concert ولا ستقول I am going to go to the concert. أيهما الصحيح؟ الصحيح طبعا أنك اتخذت القرار الآن. I will هي الصحيحة. I will go to the concert, أنا سأذهب إلى الحفلة. طيب ومتى أستخدم هذه؟ هذه بعد كم يوم يومين. نفترض أنك أنت قلت I will go to the concert وذهبت وهناك tickets تذاكر, اشتريت التذاكر, you bought the tickets, it's done خلاص. فعندما you talk to your friends, عندما تتحدث إلى أصدقائك فتستخدم ال going to وليس ال will. فتقول hey I'm going to go to the concert, أنا سأذهب إلى الحفلة الموسيقية. أو إذا أنت هتروح تتفرج مثلا على الماتش I'm going to watch the football match in the stadium, سأشاهد, أنا سوف أشاهد الفوتبول ماتش, الماتش الكورة في الملعب, رايح الزفاف الفلاني. فتقول I am going to مثلا go, I am going to attend, سوف أحضر الزفاف الفلاني, I am going to buy. أنت قررت أن تشتري سيارة واتصلت وحجزت السيارة و it's okay خلاص تم اعتمادها وحتى دفعت عربون. فماذا تخبر الآخرين؟ ستقول لهم I will buy a new car, سوف أشتري سيارة جديدة, ولا ستقول I am going to buy, سأشتري سيارة جديدة. بالطبع I am going to buy a new car. وإذا حتى حددت أنت نوع السيارة مرسيدس أو BMW ممكن تقول I am going to buy Mercedes, I am going to buy BMW, يعني خلاص I'm going to buy a gift, أنا سوف أشتري هدية. إذن it's clear, أعتقد الآن أصبحت واضحة. أنت عندما تتخذ قرارك الآن وغير متأكد منه فدائما تقول I think, عفوا I will, وهي أنا بفكر أصلا بكلمة I think. دائما لو تركزوا دائما after think I think تأتي I will, لأنه I think يعني أنا أعتقد يعني مش متأكد, is not sure. فلذلك يقولون I think I will go to Paris, I think I will buy a new car, I think I will visit you, أعتقد أني سوف أزورك, يعني not sure. هذه الآن إذا أنت you arranged الإعداد, أعديت, you planned خططت, you decided قررت خلاص is sure, اشتريت تذاكر أو حجزت أو عملت واتخذت القرار, you took your decision, أخذت قرارك. فتقول I am going to وتضع الفعل, we are going to نحن سوف, they are going to هم سوف, وتضع الفعل. أعتقد very clear. Point three, النقطة الثالثة. Many students, كثير من الطلاب عندما يستمعون إلى ناس يتحدثون عن future
don't notice, لا يلاحظون الاختصارات. هنا في اختصارات كما تعرفون I will ستكون ماذا؟ I'll والنفي منها I will not تصبح I want. هنا ستقول I'll go I'll play football I'll لام I'll تدرب عليها. والwant هي اختصار لي I will not أنا سوف لن أذهب. I won't go with you سوف لن أذهب معك. I won't go with you I'll go with Jim أنا هروح مع جيم. I won't go with you. البعض يقول أكاد أسمع صوت يقول مستر مراد مش الوانت هذه نفس نطق الوانت بالضبط يس اللي هي أريد. طب أنا إيش عرفني لما أنا أسمعها how can I differentiate كيف أفرق between want هذه want هذه. يا أخي هذه هتأتي بعدها want to يعني دائما want to أريد أن I want to tell you I want to study I want to play تمام واضحة. لكن هذه I want على طول يأتي بعدها فعل I want go سوف لن أذهب I want play سوف لن ألعب. أوكي خلاص شوف أنا بحل لك المشاكل. المشكلة الأولى حليناها going to والمشكلة الثانية want. أوكي خذ بالك إنه الاختصار هنا I'll I want لكن هذه مشهورة جدا وهي gonna. تسمع على gonna يعني البعض أول ما أقول أنا gonna some students think it's very fast إنه المسألة فيها سرعة. No اترك الموضوع هذا. المسألة ليست سرعة المسألة أنهم going to أصبح ينطقوها gonna بس just like that فقط بكل بساطة. فإذا أردت أن تقول أنا سوف أدرس تقول I am going to study فتختصرها I'm gonna study طبعا هتختصر الـ going to أكيد هتختصر الـ am أيضا مش I am gonna I'm gonna بهذا الشكل gonna I'm gonna. طبعا لا تضع to خلاص هي أصلا الـ going to اختصرت إلى gonna. أستاذ مراد هم ليش بيقولوا كذا gonna؟ والله هم مع الأيام مع اختصارات الحوارات أصبح الصوت اللي بيطلع منهم going to gonna. مع أنت لما تقول أنت لو ركزت عندما يقولون أنا أذهب إلى المدرسة ماذا يقولوا I got to school وليس بطريقتك العربية اللي أنت متعود عليها I go to school. No هم يقولون I got to school I got to school فإذا going to gonna. طيب إذا ستصبح أستاذ مراد I'm gonna go أيوة صحيحة I'm gonna go to the park with my family tomorrow morning I'm gonna go she's gonna وهذه من الأشياء اللي many students don't notice كثير من الطلاب لا يلاحظوها وهي اختصارات المستقبل. She's gonna marry soon. سوف تتزوج قريبا. يعني هي مخططة ومرتبة خلاص. انخطبت وهتتزوج قريبا. She's gonna. طيب she will. لا احتمال اتخذت القرار الآن واحتمال يكون not sure غير مؤكد. لكن she's gonna marry. هي سوف تتزوج. No way. خلاص ما فيش كلام يعني. We're gonna build a new building. سوف نبني بناية جديدة. We're gonna build. المسألة فيهاش سرعة. We're gonna build a new building. We're gonna study. They're gonna play. Okay? طبعاً بتدخل في الأسئلة بشكل كثير في الأفلام الأمريكية بس لا تلاحظ هذه السرعة أو هذا الاختصار. فيقولون دائماً إذا أرادوا أن يقولوا لأحدهم أين ستذهب غداً؟ يقولوا لها بالشكل التالي. هي المفروض تكون Where are you going to go tomorrow? لكن هم يختصرون ويقولون Where are you gonna go tomorrow? أيضا إذا أرادوا أن يسألوا شخص ماذا سوف تعمل غدا المفروض يكون السؤال What are you going to do? لكن المختصر منها So what are you gonna do? أو ماذا هي سوف تعمل What's she gonna do? What's she gonna cook? إيش ناوية تطبخ لنا؟
هي ايش ناوية تطبخ، ما هي نيتها، ايش مخططة، ايش قررت. اعتقد now it's clear. لو انت جديد في قناتي وحبيت انك تشترك اشترك، محدش مانعك. حاب تشوف الدروس السابقة ادخل على تعلم الانجليزية مع مراد اسفل الشاشة، ستجد المستوى الاول ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3. ابدأ من الدرس الذي يتناسب معك. اذا درس اليوم باختصار كان عن ال will وال going to. Both of them كلاهما are in the future، كلاهما في المستقبل. تكوين الجملة بهذا الشكل will verb، لكن هنا في be is am are ثم going to ثم verb. تدرب و practice، تمرن كيف تعمل sentence question negative، وأيضا going to تعمل جملة ثم تحولها إلى سؤال ثم إلى نفي. مثال على ذلك they are going to visit John. Are they going to visit John? They are not going to visit John. وعلى هذا الحال وانت بتتكلم حاول تستخدم الاختصارات عشان تكون نفس اسلوبهم. Are they gonna visit Jim? Are they gonna play football? Are they gonna cook? Are they gonna wash their car? هل سوف يغسلون سيارتهم؟ وعلى هذا الحال اتمنى I hope انه you got benefit، انكم استفدتوا من هذا الدرس. Thank you very much. شكرا جزيلا. Good luck. حظا موفقا. Goodbye. Hello everybody, how are you? I hope you are fine. Welcome to a new lesson. It's a very, very important lesson for today. حقيقة درس اليوم في غاية الأهمية، لأنه many people، العديد والكثير من الناس face، يواجهون هذه المشكلة وهي مشكلة اليوم. They can't understand، لا يستطيعون أن يفهموا الأجانب، American or British people، أو الناس اللي بيعيشوا في أمريكا لا يستطيعون أن يفهموا الأمريكان، ما يسموا بالnative speakers، المتحدثين الفطريين، أي الذي لغتهم الأم هي اللغة الإنجليزية. هناك يعني سبب خفي يجهله الكثير من الناس، لأنه أغلب الناس most of the people، معظم الناس expect or think، يتوقعون أو يعتقدون أنه سبب عدم فهمهم للناس اللي بيتحدثوا أمامهم أنهم they speak fast، أنهم يتحدثون بسرعة. والحقيقة this is incorrect، هذا غير صحيح. It's true، صحيح أنه بعض الناس من طبيعتهم أن يكون عصبي أو سريع في التحدث، but not all of the people، ليس جميع الناس، not all the people، مش كل الناس بيتكلموا بسرعة زي ما أنت متوقع. يعني it's the same thing in Arabic، نفس الشيء في اللغة العربية. قد تسمع شخص يتحدث بسرعة وقد تسمع شخص يتحدث بشكل بطيء. It's the same thing، يعني شخص بيتكلم معك، يعني أنا نفس الكلام أستاذ مراد، أحيانا تجدني أتحدث أكون مزاجي يعني مش هقول عصبي ولكن منفعل. Hello everybody, today we have a very وأحيانا تجدني هادئ. Hello everybody, how are you? I hope you are fine. وأتكلم معاك بنفس الشيء. This is not the point، مش هذه هي النقطة. النقطة التي أريد أن أوضحها لك، أن أريد أن أكسر لك وهم أن الأجانب يتكلم يتحدثوا بسرعة. طيب مستر مراد what's the secret، ما هو السر؟ what is the secret، لماذا لا أستطيع أن أفهم هؤلاء الناس؟ الأفلام الأمريكية، أنا معي صديقي أمريكي جاري أو مدرسي أو غيره. I can't، والله يا مستر مراد I can't. صحيح، let me explain to you، خليني أشرح لك وأوضح لك. 14 صوت أو نطق، 14 نقطة أنا وضحتها هنا ورقمتها 1 2 3 4. إن شاء الله أضمن لك if you، لو أنت أتقنت ما سأشرحها اليوم ستتغير لديك العملية 180 درجة، سيصبح الوضع عندك very easy، جدا سهل، بل لديك فرصة، you have a chance، عندك فرصة أن تصلح أو تصحح نطقك ويصبح قريب للأمريكان والبريطانيين، ما يسموا native speakers، المتحدثين الفطريين اللي لهجتهم هي اللغة الأصلية. ركزوا معي.
لماذا أنتم لا تفهمون الأجانب؟ لأن هناك دمج للكلام وليس سرعة. أعيد again، هناك دمج للكلام، يعني كل ما تدخل مع كلمة فأصبح ما يسمى contractions. contractions يعني دمج الكلام واختصاره فأصبح مختصر ومدمج، أيضا تسمى abbreviations، الاختصارات أو الدمج. في اختصارات تستخدم، فلا يعتقد البعض أن هذه الكلمة هي أصلها كذا وكذا. خليني أشرح لك إياها على أرض الواقع. عندك مثلا هذا الصوت number one، هذا الصوت العربي يقرأه is he مثلا married، is he a doctor. لما تسمعه أنت من الأجنبي هتسمعه is he married. فيقول البعض يعلم الله ما معنى is he، لأنه يتشكل صوت جديد كما لاحظتم. ركزوا أنه قال easy، فقد يقول واحد هذه مش كلمة easy اللي هي سهل، فيدخل في معاني كلمات وهي أصلاً is he، is he married، is he tall، is she married، is she tall. فeasy وeasy أصوات عندما دمجت صدر صوت جديد يتوقع كثير من الناس أنها كلمة لا يعرفوا معناها. وأنا وجدت هذا الموضوع أمام عيني، in front of my eyes، أمام عيني، in front of me. كثير من الناس بيتكلموا مع أمريكان فبيسألوا على أخوه ولا، فيقول له is he married، فالثاني مش مركز. فعندما أشرح له أنا أقول له هو يس، يقول لك is he married، ها أيوة أيوة yes he is married. فهنا النقاط اللي أنت you are in a need، أنت في حاجة أن تعرفها. ركز معي، ومش فقط أطلب منك اليوم أنك تعرف فقط هذا الصوت، أنه إيزي هي أصل إز هي، إيشي هي أصل إز شي. No، I want you to use it yourself، أريدك أن تستخدمها أنت بنفسك عشان تصبح مثلهم. مش أنت في لغة وهم في لغة، فلن تلتقون أبدا. You get my point، do you get my point؟ وصلت لك نقطتي؟ Good، that sounds good، يبدو ذلك جيدا. Let's go to point number two، انتقل إلى النقطة الثانية. بس قبل ما، ها خلينا في النقطة الأولى من الآن وصاعدا، from now on. from now on معناتها من الآن وصاعدا. وين كلمة صاعدا؟ هي كذا from now، from now on، افهمها كذا يا أخي، لا تكون يعني متشدد. هي كذا from now on، من الآن وما فوق يعني، وصاعدا. أنت عندما تسأل تسأل بهذا الشكل، يعني توقف أن تقول is he your brother، no 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 is he your brother، is he your brother، is he، is he. أردت أن تقول هل هي أختك، is she، is she، is she your sister. لو ركزت هل هناك سرعة؟ ما في سرعة، لا يوجد سرعة. الذي يقول هناك سرعة no، تحب أغنيها لك بغنيها لك، is he، is he، is she، is he. أغنيها ما فيش أغنية تذكر على بالي بهذا، ولكن هي ليست سرعة. شلي وهم السرعة، الله يرضى عليك، أنت ابتكرت الفكرة هذه وتوقعتها، أخبرتك yes that's that's right. هناك بعض الناس المتعصبين فتجده يسألك is your brother بسرعة، لكن أنا ما بتكلم على هؤلاء الناس. in general، in general بشكل عام الموضوع normal طبيعي. is your brother، is your brother. واحدة ممكن تسألك على أختك، is he your sister، طبيعي بدون سرعة. الصوت الثاني أنت تقرأها R وترن الR عندك رن، صح؟ أنا عارف نحن نعطي كل حرف حقه، هنا أرجوك بالذات بالR لا تعطي كل حرف حقه، لا تعطي حقه، اهضمه ثلثي حقه. فقل are you، are you وليست are you، are you، are you، are you married، are you from America، are you American، are you hungry، are you thirsty، is it، is it، is it your ticket. واحدة حصلت تذكرة فتحب أن تسألك هل هي اللي تعود على التذكرة، هل هي تذكرتك، excuse me is it your ticket، is it، is it. واحد بيسألك على الامتحان، آه is it easy or difficult، is it، is it، is it. دمجت contractions، ها صح صح معايا، الله ينور عليك. الصوت الثالث، الصوت الثالث من أشهر الأصوات واللي تقريبا كثير من الناس بيسمعوها، البعض يعرف والبعض يعرف،
بدل ما تقول I want to هم يقولون I wanna go. واحد يقول أنا أيوة بستخدمها، لا خذ بالك البعض يستخدمها يقول I wanna to، لا 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 لا، هي I wanna اختصار لتو أيضا، لا تضع لي to. أسمع كثير من الناس يعني بيستخدمها وما شاء الله عامل نفسه إنه فاهم الموضوع فيقول I wanna to go، لا 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 لا، أنت خبطت الدنيا كذا. I wanna go، I wanna say something، أريد أن أقول شيئا ما. I wanna tell you، أريد أن أخبرك. أوكي؟ حتى في الأسئلة مش في الجملة فقط، يعني أحدهم يقول Do you wanna something؟ Do you wanna anything؟ Do you wanna؟ Do you wanna؟ يعني Do you want؟ أستاذ مراد ما فيهاش سرعة؟ أغنيها؟ Do you wanna؟ I wanna؟ ما فيهاش سرعة. شلي الوهمة، وهم السرعة، إنهم معصبين، كل الشعب الأمريكي والبريطاني معصب وبيتكلم بسرعة. No, that's wrong، خطأ. أيضا نفس القصة I am going to لي I'm gonna. I'm gonna. I'm gonna go, I'm gonna say. أو يسأل أحيانا واحد السؤال What are you gonna do tomorrow? What are you gonna do tomorrow? واحد يقول لو تجيبها طيب بسرعة هذه بسرعة What are you gonna do tomorrow? What are you gonna do tomorrow? What are you gonna do? What are you gonna do? شوف هذه السرعة، بس أنا ما بتكلم بسرعة. What are you gonna do tomorrow? أتمنى أكون أقنعتك إن العملية مش سرعة. I hope. أوكي؟ لأنه حاسس إن البعض يقول لا لا فيها سرعة. ها؟ عرفت السرعة؟ What are you gonna do tomorrow? What are you gonna do tomorrow? هذا سرعة. لكن ببطء What are you gonna do tomorrow? ماذا سوف تعمل غدا؟ Where are you gonna go? أين سوف تذهب؟ Who's she gonna meet? من هي سوف تقابل؟ What are they gonna play? ماذا هم سوف يلعبون؟ Are you gonna? سؤال مباشر. Are you gonna? Are you gonna meet her? Are you gonna meet her? هل سوف تقابلها؟ Yes, I'm gonna meet her tomorrow morning. نعم سأقابلها صباح الغد. ركز على النطق يا جماعة وحاول تفرق. Make a difference. Differentiate. فرق لي ميز لي ما بين نطقك ونطقهم. وحل مشكلة أو وهم إنهم بيتكلموا بسرعة وحاول تمشي معهم بنفس الخط. عندك number four. Number four اللي هو تبع الماضي. أنت تقول did you وهم يقولون did. جد جد في جيم خفيف شين خفيفة يسموها did you go. لذلك أحيانا البعض لا يفهم ماذا يقول اللي أمامه. Did you go to school yesterday? Did you call her? هل اتصلت بها؟ No, I didn't call her. Okay. لازم تركز على النطق did you. أيضا في السؤال قد يسألك أحدهم So where did you go yesterday? Where did you? مش where did you؟ لا. Did مع اليو. Where did you? ها وضحت؟ Where did you go yesterday? الصوت الخامس عندنا اللي هو أنت بتسمعه Does he live in London? صح؟ هو يقول Does he؟ ها الصوت هذا مع هذا إيش أصبح؟ Does مع he؟ إيش أصبح؟ ها أنا سامعك Does he؟ فلا تقول الله يعلم ايش معنى كلمة دزي وتروح تسأل مدرس ولا تبحث عليها، ليس لها معنى. دزي هذه ليس لها معنى، هي كلمتين أدمجت فأصبح صوتهما غريب بالنسبة لك. دزي مش سرعة؟ أها مش سرعة. Does he live in London؟ Does he live in London؟ قولها بسرعة أستاذ مراد. Does he live in London؟ Does he live in London؟ هذه السرعة، لكن الطبيعي Does he live in London؟ Yes. Where does he live? أين يعيش؟ He lives in London. Does she understand me? هل هي تفهمني؟ What does she do? ماذا هي تعمل؟ Okay. الصوت السادس. أنت تقول I have. هم متعودين يختصروها I've got. واحد يقول يا أخي بيأكلوا الكلام أكل. يا أخي خليك من الشيء اللي بيعقدك. أنت لا تقول I have وقل I've got. بس بدل ما تقول I have a car قل I've got a car. أغنيها I've got a car. I've got a problem. عندي مشكلة. بدل ما تقول I have a problem I've got a problem. وخلص نفسك. أنت إذا اتبعت الأصوات هذه اللي أكلمك عليها من الآن تقول Is he, are you, I wanna, I'm gonna, is it, did you, does he, I've got، هتشوف فيه فرق في لغتك صدقني.
believe Mr. Murad, صدق الأستاذ مراد, and you will find out, وهتكتشف بنفسك. She's got a big problem, عندها مشكلة كبيرة. أستاذ أنا كيف أفرق ما بين هذه إنها she is ولا she has؟ هذه اختصار لإيش؟ هذه اختصار لي has. طيب وأنا كيف أفرق بينها وبين ال is؟ ما دام وجدت got, أيوة, فهي هذه has. خلاص. طيب مش ممكن تيجي الجوت بعد الاز؟ نو واي, مستحيل. فهذه شيز جوت يعني خلاص, اول ما تيجي الجوت فهي اصل هذه الاس هي هاز, يعني شي هاز جوت, شيز جوت, شيز جوت. اوكي, اذا اردت ان تقول اختي لديها ثلاثه اطفال فتقول شيز جوت 3 براذر 3 تشيلدرن, ثلاثه اطفال ثلاثه اخوان, شيز جوت. اوكي, الصوت السابع, الصوت السابع. عندنا جميعنا نعرف أن do مع not تختصر don't. الأجانب عجبهم كمان يختصروها أكثر, فبدل ما تقول I don't يقول I don't, I don't. أستاذ مراد وضحها, I don't, التي حتى لا ينطق في الأخير هذا, I don't. يعني إذا قلت له مثلا أين جون, where is John, I don't know, لا أعرف, I don't know, I don't, I don't. كذلك she doesn't, التي أيضا لا ينطق بالأخير, she doesn't. طيب أستاذ مراد أكلوا الكلام, كل معاهم بالعافية عليكم كلكم, كل معاهم يا أخي, كل أنت بتتكلم نفس لغتهم وحاب إنه الآخرين يجدوا أن الأكسنت تبعك جيد ونطقك جيد وقريب منهم ولن تستغرب إن شاء الله منهم. ف I don't understand you, أنا مش فاهمك, I don't understand you, excuse me, I don't get it, يعني أنا ما فهمتك, I don't study here, I don't work here, أنا لا أعمل هنا, أنا لا أدرس هنا. She doesn't, he doesn't work here, هو لا يعيش هنا. He doesn't play football, هو لا يلعب, he doesn't. تعود عليها. الصوت الثامن, سنجد أنه في الصوت الثامن, هذه مثلا من الكلمات اللي بينطقها البعض أو الكثير بشكل خاطئ. هنا تقول a lot of, الكثير من, وليست اوف, هذه لا تنطق اوف, الاوف اللي تاتي دبل اف او اف اف, لكن هذه a lot of people in America and United States, الكثير من امريكا, الناس في امريكا والولايات المتحده, ما هي امريكا والولايات المتحده, احيانا واحد بيفوت a lot of people, a lot of people. اوكي, a lot of, لا تقول a lot of, a lot of هذا عربي, حاب تبقى على العربي زي ما تحب. ايضا الار هنا مخففه, فاذا وليست فاذر, فاذا, ماي ماذر, ماي سيستر, مش سيستر, مش براذر, ها, مش ووتر. هناك اكثر من نطق على حسب اللكنات اللي في امريكا وبريطانيا, البعض ينطقها ووتر, البعض ينطقها ووتا, الامريكان يفتحوا اكثر يخففوها. طبعا الار يكاد لا ينطق في 99% من كلمات اللغة الإنجليزية عندما يأتي في الأخير, فبراذر, سيستر, ماذر, مش ماذر, سيستر, فاذر. أوكي, بليز, a lot of, father, water. الصوت التاسع, أنت تقول I will, صح, أنا سوف, هم يقولون I'll call you, I'll visit you, I'll play with her, سوف ألعب معها. فأنت من الآن, from now on, من الآن وصاعد, توقف يا أخي أن تقول I will, قل I'll, أنت خسران حاجة, please, أرجوك, يعني أنت خسران حاجة. بدل ما تقول I will قل I'll, بدل ما تقول is he قل is he, are you, I wanna, I'm gonna, did you, does he, I've got, I don't, a lot of, father, I'll. يا أخي ريح نفسك, ريح نفسك وريحني معاك. اوكي, ايضا انت تقول I will not go, سوف لن اذهب, هم يقولون I won't go. يا استاذ مراد want هذه مش نفس نطق want اللي هو يريد, صحيح. طب كيف افرق بينهم؟ هذه بعدها to وهذه لا يوجد بعدها to, هذه ياتي الفعل مباشره عشان بس اريحك. فانت تقول هنا I won't go, يعني سوف لن اذهب, خلاص انت تتعود عليها, believe me, يعني فتيكت ايزي يا عزيزي, خذ المساله ببساطه يا عزيزي, تيكت ايزي يا عزيزي, تيكت ايزي. اوكي, طيب
I'll, I want. في الصوت العاشر was he, was he. هو بيسألك was he, هل كان هو معك. Was he with you, was he with you yesterday. بيسألك على الطفل أو على الشخص الفلاني. Was he, هم يقولون was he, was he, was he. مش تقول يعلم الله إيش معنى was he. لا, هي دمج لكلمة was he فتصبح was he your brother, was he with you, عفوا هل كان هو معك. Was she, was she, أيضا was she, was she, was she upset, هل كانت زعلانة. Was she upset. أيضا ال where وال you وال where were they, were they late, هل كانوا متأخرين. Were they late, were they, were they, were they, were they late, were you late, were you late, were you upset, هل كنت زعلان, هل كنت متأخر. الصوت الثالث عشر وهو can. أنت تقرأها I can, هو يقرأها I can. هناك فرق يا عزيزي, there is a difference. أنت تقول I can, هو يقول I can. تقول له ماذا تستطيع أن تعمل. I can read, I can write, I can speak English, I can, وليست I can. فأنت توقف يا أخي أن تقول I can, قل I can. صلح نطقك مع مراد, believe me it's a good chance, فرصة حلوة. الصوت الأخير أو عندنا هنا, عفوا عندنا 11, هنا قفزنا على 13. I'll call her. هنا أيضا عندك الضمائر مثل her و him, هم لا ينطقوها كما يعني تتوقع أنت. أنت تقول I will call her, هم يقولون I'll call her. يا أخي ركز, شوف الفرق ما بين لغتك ولغتهم. أنت تقول I will call her, هم يقولون I'll call her, I'll call her. أنت تقول I will, أنا سوف call him, وهو يقول I'll call him, I'll call him. مش سرعة؟ لا 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 لا, هو اختصر I will إلى I'll كما قلنا في رقم 9. ويعني ال H في her و him لا ينطقها فيقول call her, call her. وال H في him يأكلها أيضا. Give him, give him, I'll give him, I'll give him the message. المعذرة. I'll call her, I'll give him. أنت عود أن تقول نفس الكلام. أردت أن تقول لأحدهم هل رأيته أمس؟ يعني على الرجل كيف تقولها؟ أعطيك فرصة بالمختصر مش بأسلوبك Did you see him؟ لا, Did you see him؟ مش سرعة. Did you see him؟ فيش أي سرعة. Did you call her؟ هل اتصلت بها؟ Did you find it؟ Did you find it؟ Find it؟ Find it؟ أصبحت find it. Find it. عشان كذا أنا حاب أن أنتقل معاك من المستوى إلى المستوى. You get my point. وصلت لك نقطتي؟ Did you call her؟ Did you kill, did you kill him؟ هل قتلته؟ Did you give him؟ هل أعطيته؟ وعلى هذا الحال. Number 12. أيضا عندك كلمة where. البعض ينطقها تماما where are you from, يا عيني عليك. Where are you from, where are you from. شوف نطقك العربي where are you from, الار بيرن, سامعين الرنة. Where are you from, الار حتى في from وهي نطقها where are you from. ها تدرب where are you from. أين الأطفال, where are the children, where are, وليست where are. Where are the children? They are in the park. بدل they are in the park. هم في الحديقة. وآخر صوت عندنا who's. تعود أنك توقف عن استخدام who is he, من هو, who is she. خلاص المفروض أنك أنت الآن go up, اطلع فوق. فوق فين؟ فوق هناك. Who's that? Who are you? Who are you? مش Who are you? Who are you? Who are you? صدقني, believe me. If you practice, لو دربت على هذه الأصوات الأربعة عشر وأتقنتها, you will be perfect. هتكون رائع. That's a promise. صدقني وعد. يعني أنا دربت طلاب كثير وكان الفرق يعني unbelievable. لا يصدق. إذا كان جديد في قناتي ادخل أسفل القناة واضغط تعلم إنجليزي مع مراد. واشترك في
القناة عبر السبسكرايب، وادخل على قوائم التشغيل في قناتي، ويبدأ من المستوى الأول أو الثاني أو الثالث حسب ما يتناسب معك. إذا أردت فيديوهات مثل هذه الفيديوهات انشروها فيزداد عدد مشاهداتها، فأعرف أنكم أعجبتم في مثل هذه المقاطع، فأقوم بإنزال تمرينات تقويكم أكثر. أنا عارف أنه درس واحد قد يكون يعني لا يكفي، is not enough, but I'll do my best. سأعمل كل ما بوسعي to help you, لأساعدكم. Thank you very much for your listening. That was Mr. Murad talking to you. Good luck. حظا موفقا, and see you soon. Goodbye. Hello everybody, how are you? I hope you are fine. Today we have a very good lesson. اليوم معنا درس رائع جدا سيكون للتدريب على reading القراءة and pronunciation اللفظ and new vocabulary, وسندرس مفردات جديدة and listening, وكذلك سنستمع للمحادثة أكثر من مرة. ستسمعونها بصوتي وستسمعونها بأصوات مختلفة, تارة بصوت بطيء وتارة بصوت أسرع وتارة بصوت امرأة ورجل وهكذا. الغرض من هذا التمرين هو improve, تطوير وتحسين مهاراتك الأربعة in English language, وهو listening و pronunciation الاستماع والنطق والreading القراءة and vocabulary, وسندرس مفردات جديدة. عنوان القطعة هي Stephen's Birthdays. ستيفن اسم شخص, و Birthdays أعياد ميلاد, هي أصلها Birthday عيد ميلاد واحد. Birthdays أعياد ميلاد تم جمعها وتم تمليكها لستيفن فأصبحت Stephen Birthdays أعياد ميلاد ستيفن. كما تلاحظون في أول القطعة مكتوب listen, استمعوا إلي وثم سنترجمها. listen, استمع ثم سنترجم القطعة. On Stephen's sixth birthday, he had a party at home. His father cooked spaghetti and his mother made pizza. Stephen's parents gave him a dog. Stephen's friends loved his birthday party because they played with his new dog. But Stephen was upset because his dog was naughty. On Stephen's seventh birthday, he went to the beach with his friends. They swam at the beach and they went to a mall to buy some new clothes. After that, they went to a Japanese restaurant to eat. Stephen liked Japanese food, but his friends didn't like it at all. Stephen's friends gave him presents, but his father didn't give him a present because he was sick in the hospital. On Stephen's eighth birthday, he had a picnic. His mother cooked fish. All of his friends enjoyed his birthday party because they ate delicious food and played baseball. Stephen's uncle visited him and gave him a motorcycle. Stephen was upset because he wanted to travel to Paris to visit Disneyland, but his father didn't have enough money. في الأسفل هنا يوجد الأسئلة, ولكن قبل أن نتطرق إلى الأسئلة سنترجم هذه القطعة ثم سنسمع لها again. Stephen's birthday party, أعياد ميلاد ستيفن. في أول السطر, on Stephen's sixth birthday, يعني في عيد ميلاد ستيفن السادس عشر. ركزوا على استخدام حرف الجر on, on Stephen's. طبعا إس التمليك المعروف عنها أنها تملك أي شيء بعدها لما قبلها. طيب ماذا يوجد بعد إس التمليك؟ sixth, sixth يعني السادس. طبعا اللي ما عنده معلومات على هذا الموضوع, هو المعروف أنه يوجد first الأول, second الثاني, third الثالث, ثم أي شيء أو أي رقم يأتي بعدهم
يضاف له تي اتش فيصبح الخامس السادس السابع، فالسبعه تضيف لها بعدها تي اتش فتصبح 7th السابع، العاشر 10th. وعلى هذا الحال on Stephen's 6th birthday، في عيد ميلاد ستيفن السادس، he had a party at home، هو كان عنده حفلة في المنزل. طبعا قد يسأل البعض لماذا لم تبدأ الجملة بسابجكت بفاعل، هناك بعض الاستثناءات لعدم بدء الجملة بفاعل، ولذلك ستجد أنه عندما لا يبدأ الجملة بفاعل تجد الكوما أي الفاصلة، هذه الفاصلة هذه الكوما تدل على أن الجملة ليست يعني جملة كاملة ولم تبدأ بفاعل، لذلك on Stephen's sixth party وضع كوما ثم بدأ الجملة بسابجكت وهي الجملة الرئيسية. He اللي هو ستيفن، he had، خذ بالك أنه جميع الأفعال في هذه القطعة تقريبا هي في زمن الماضي، فلذلك سيتم تحويلها، كانت أفعال منتظمة أو أفعال شادة سيتم تحويلها إلى الماضي، وهذا فعل شاذ وهو had، الماضي من have. He had، he had، هو حصل على a party، حفلة at home في المنزل. His father، والده cooked، cooked طبخ سباغيت اللي هو المكرونة، and his mother made pizza، ووالدته عملت له البيتزا كما نقول باللغة العربية، لكن نطقها بالإنجليزي يختلف عن اللغة العربية، بيتزا بيتزا. ستيفن parents، parents والدين، والدي ستيفن gave him، ماضي give يعطي gave، gave him a dog أعطوه كلب. ستيفن friends، أصدقاء ستيفن loved his birthday party، أصدقاء ستيفن loved أعجبتهم أو يعني أحبوا his birthday party، حفلة عيد ميلاده، because نحن هنا طبعا because لأنه they played with his new dog، هم لعبوا الذي تعود، الذي تعود إلى الأصدقاء، لأنهم لعبوا with his new dog. But Stephen was upset، لكن ستيفن كان حقيقة منزعج، because his dog، لأن كلبه was naughty، كان شقي naughty. On Stephen's 7th birthday، نفس القصة التي تحدثنا عليه ولكن هنا ليس في عيد ميلاده السادس، هنا في السابع، on Stephen's 7th، السابع، on Stephen's 7th birthday، في عيد ميلاد ستيفن السابع، he went to the beach، ذهب هو يعني ستيفن ذهب إلى الشاطئ with his friends، he went to the beach with his friends، they يعني هم يعني ستيفن وأصدقائه، they swam، ماضي swim وهو فعل شاذ، they swam at the beach، سبحوا في الشاطئ، and they went to a mall، وذهبوا إلى مول to buy some new clothes، ليشتروا بعض الملابس الجديدة. After that، بعد ذلك، they went to a Japanese restaurant، هم ذهبوا إلى مطعم ياباني to eat، لكي يأكلوا. Stephen liked Japanese، the Japanese food، Stephen عجبه الأكل الياباني، but his friends didn't like it at all، لكن أصدقائه لم يعجبهم الأكل مطلقا. Stephen friends gave him presents، أصدقاء ستيفن gave، ماضي give، أعطوه presents هدايا. But his father، ولكن his father، والده didn't give him a present، لم يعطيه هدية. لماذا؟ Because he was sick، لأنه كان مريضا in the hospital، في المستشفى. On Stephen's 8th birthday، أما في عيد ميلاد ستيفن الثامن، he had a picnic، كان عنده رحلة، his mother cooked fish، والدته طبخت له السمك، all كل من all of his friends، كل من أصدقائه enjoyed، enjoyed استمتعوا ب his birthday party، استمتعوا بحفلة عيد ميلاده، because لأنه they ate، ate ماضي eat، لأنهم أكلوا delicious food، delicious لذيذ، delicious food أكلوا الطعام اللذيذ، and played ولعبوا البيسبول. Stephen's uncle،
عم أو خال ستيفن visited him زاره and gave him وأعطاه a motorcycle a motorcycle. Stephen was upset. Stephen كان منزعج because he wanted هو أراد to travel and يسافر to Paris. لماذا؟ To visit Disneyland. حاب يزور مدينة الألعاب الشهيرة Disneyland. But his father didn't have enough money. لكن والده لم يكن يمتلك المال الكافي. الآن سنستمع إلى هذه القطعة. Listen. On Stephen's 7th birthday, he went to the beach with his friends. They swam at the beach, and they went to a mall to buy some new clothes. After that, they went to a Japanese restaurant to eat. Stephen liked the Japanese food, but his friends didn't like it at all. Stephen's friends gave him presents, but his father didn't give him a present because he was sick in the hospital. On Stephen's 8th birthday, he had a picnic. His mother cooked fish. All of his friends enjoyed his birthday party because they ate delicious food and played baseball. Stephen's uncle visited him and gave him a motorcycle. Stephen was upset because he wanted to travel to Paris to visit Disneyland, but his father didn't have enough money. Answer the questions. كما لاحظتم استمعنا لها بصوت مختلف. ما أطلبه منك أن تحاول أن تستمع مرة أخرى. Listen again. ولكن لا تنظر إلى القطعة. حاول أن تغذي الليسنينج عندك. الليسنينج عندك يحتاج إلى ريبيت، تكرار، كرر. يعني الاستماع عندك يحتاج أن تستمع مرة أخرى ومرتين وثلاث مرات. طيب خلونا نسمع بصوت آخر، تمام، ونسمع إلى القطعة بصوت آخر، صوت رجل يعني. Listen. Answer the questions. Stephen's birthdays. On Stephen's 6th birthday, he had a party at home. His father cooked spaghetti and his mother made pizza. Stephen's parents gave him a dog. Stephen's friends loved his birthday party because they played with his new dog, but Stephen was upset because his dog was naughty. On Stephen's 7th birthday, he went to the beach with his friends. They swam at the beach, and they went to a mall to buy some new clothes. After that, they went to a Japanese restaurant to eat. Stephen liked the Japanese food, but his friends didn't like it at all. Stephen's friends gave him presents, but his father didn't give him a present because he was sick in the hospital. On Stephen's 8th birthday, he had a picnic. His mother cooked fish. All of his friends enjoyed his birthday party because they ate delicious food and played baseball. Stephen's uncle visited him and gave him a motorcycle. Stephen was upset because he wanted to travel to Paris to visit Disneyland, but his father didn't have enough money. طيب. Now what I want from you, ما أريد منك أن تركز على الأسئلة وتحاول أن تجيب عليها. لن أجيب عليها الآن، سنعتبرها homework، ثم سنجيب عليها في التعليقات أو في الوصف، وصف نفس الفيديو هذا أسفل الشاشة ستجد الإجابات. لكن سأعطيك I will give you chance، لازم أعطيك فرصة إنك أنت you give it a try، أنت تحاول to answer the questions. Question number one: What did Stephen's mother give him on his 7th birthday? Question number two: Did Stephen go to Disneyland? Why? Question number three: Was Stephen upset on his Stephen's 6th birthday? هل كان ستيفن يعني upset في عيد ميلاده السادس عشر؟ Why? Where did Stephen go on Stephen's 7th birthday? Did Stephen and his friends like the Japanese food?
Why did Stephen and his friends go to the mall? I hope, أتمنى أنكم تجيبوا على الأسئلة وإن شاء الله تتطوروا في listening والnew vocabulary تكونوا استفدتوا منها. Thank you and good luck. حظا وفقا. See you. Hello everybody. مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد وموضوع جديد اليوم. والموضوع حقيقة يعني بيكون بسبب الكثير من الناس الذين يقولون يا أستاذ مراد حقيقة أنا بستمد دروسي أغلبها من التعليقات وبناء على طلب الكثير من الطلاب وأشوف إذا كان التعليق كثير وطلب كثير على الموضوع الفلاني أعمل عليه درس حتى يعني استجابة لمطالب كثير من الطلاب وأنا أشعر أن هذا الموضوع موجود. الموضوع باختصار أنه الكثير من الناس يقولون يا أستاذ مراد يا أخي أنا مش عارف أخذ راحتي أن أنا أتكلم اللغة الإنجليزية كذا وأنطلق وأتكلم وأكون جملة بعد جملة ويعني أخذ راحتي. يعني بصراحة لما أفكر في الموضوع عندما يعني أتخيل أنا لو قلت لي تحدث أو تكلم لغة إنجليزية سأقول لك My name is فلان الفلاني I like, I don't like, I have خلاص. يعني أنا بصراحة كده يا أستاذ مراد أنا نفسي أتكلم يعني نفسي يعني أتكلم كده 10 دقائق ربع ساعة و يعني بصراحة هذا الموضوع لو أنا وصلت هذه المرحلة أنا أتكلم لفترة طويلة وأقدر أتكلم سأشعر بالرضا وأكيد الآخرين عندما يستمعون إلي يعني سيجدون أن لغتي جيدة. خليني أعطيك موضوع جدا مهم كيف أنك أنت ممكن أنك أنت تتكلم اللغة الإنجليزية وتكون جمل وتأخذ راحتك في الكلام. أغلب حتى المدرسين حقيقة النقطة هذه لا يعرفونها أو لا يركزون عليها الكثير من المدرسين فتجد أنه فقط الطالب يستمع 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 دون أن يتحدث أو يعطى له فرصة للتحدث فيتحسن عند الطالب الاستماع بشكل أفضل من التحدث. باختصار كذا أنت إذا أردت أنك أنت تتكلم اللغة الإنجليزية وتنفتح شهيتك للحوار فاتبع الطريقة التي سأخبرك بها أنا. ابدأ تحدث مثلا عن برنامجك اليومي من أن تستيقظ إلى أن تنام. ماذا تفعل؟ أنت عن نفسك أنت. خلينا نحدد الموضوع في هذه الجهة سنتحدث عنك أنت ستتحدث عن نفسك من أن تستيقظ إلى أن تنام. هذا موضوع ثم نحدد موضوع آخر ثم آخر. أنا سأقف في جانبك بإذن الله وستجد أن الدرس هذا جدا مفيد لك. الآن ركز معي أريدك أن تتخيل أنك يعني بتخبر أحدهم ماذا تعمل في برنامجك اليومي كل يوم من أن تستيقظ إلى أن تنام. طبعا أولا قبل كل شيء ركز أنت كيف سوف تكون جملتك. إحنا في سواء في هذه الحوار أو هذا الحوار سنتبع طريقة ماذا؟ subject ثم verb ثم object. هذا قانون يعني مقدس هنا تقوم بعملية حفره في ذاكرتك. لا تنسى عندما تقوم بعملية تكوين جملة لابد أن تتذكر ذاتك الأوبجكت. طيب خلاص يا أستاذ مراد هذه أنا سأقوم بعملية يعني اتباعها أنه سأبدأ جملتي. الآن النقطة الثانية أنت ستتحدث عن نفسك من أن تستيقظ إلى أن تنام. هذا برنامج يومي يعني إيش من زمن ستختار له؟ أكيد أنك ستختار البريزنت سيمبل. ليش يا أستاذ؟ مش البريزنت كونتينيوس لأن البريزنت سيمبل هو متخصص في الأشياء أو العادات اللي بتقوم بها بشكل متكرر في حياتك وأنت ستخبرنا عن برنامجك اليومي من أن تستيقظ إلى أن تنام ماذا تعمل كل يوم يعني البرنامج اليومي اللي بيتكرر معك. إذا هو البريزنت سيمبل أي المضارع البسيط. طيب أنا قبل ما أكتب يعني سأحاول أن أعطيك مثلا برنامجي اليومي وأنت حاول أن يعني تقلدني ولكن غير حسب برنامجك أنت اليومي. طيب أنا مثلا I get up أنا أستيقظ I get up at 7 o'clock I wash my face I brush my teeth I take a shower comb my hair I get dressed أرتدي ملابسي I go to work
at 8 o'clock. I have my breakfast with my friends. I work from 8 to 1 o'clock. I come back home. I have a shower. I eat lunch with my family. I have a nap. Nap غفوه, اخذ غفوه. After that, I come back again to my work. I work from 4 to 8:30. من 4 الى 8 ونص. After that, I come back home. I watch news on TV. I listen to music. I read some books. I watch American movies on TV. I go to bed at about 1 o'clock. أنا أعطيتك برنامج اليوم. أنا لم أكتبه يعني أنا حاولت إنك تركز معي في الاستماع. طبعاً أنت الآن وأنا بتحدث المفروض إنك أنت كنت تخبرني يعني أنت برضو برنامجك اليومي. طبعاً أنت لو ركزت إنه كل جملي تبدأ بماذا؟ بآي. I get up, I wash my face, أغسل وجهي. ثم تأتي الأفعال. Get up, استيقظ. قد تقول wake up عادي لا يوجد مشكلة يعني. I wash, أغسل. My face, وجهي. I get dressed, ألبس أو أرتدي ملابسي. I have a shower. أخذ دش. I eat أو تستطيع أن تقول I breakfast. Breakfast. I go to work أو I go to school أو I go to university أذهب إلى الجامعة إلى العمل. I get home. Get هنا بمعنى يعني come back. كلاهما صحيح. يعني return أيضا تستطيع أن تقول get home, come back home بمعنى العودة. I pray أصلي. I have a shower أعيدها مرة ثانية. I eat تأتي lunch غداء طبعا هنا تأتي lunch غداء. I وعلى هذا الحال I listen to music إلى أن I go to bed أذهب إلى النوم أو إلى السرير الساعة كذا. عندما تأخذ هذا الموضوع بمحمل الجدية وتجهز برنامجك اليومي حاول إنك أنت تطبق هذا الموضوع على نفسك. I get up at كذا كذا الوقت الفلاني إذا حاب تحدد at 8 o'clock at 6 o'clock إذا الساعة 8 ونص 8:30 8 وربع 8:15 8 و15 دقيقة 9 إلى ربع 8:45. هناك طرق كثيرة للوقت ولكن ممكن تستخدم هذه الطريقة مبدئيا بسيطة جدا انك تعطي الساعة والدقائق. طيب يا استاذ مراد هذه ستفيدني بماذا ستفيدني هذا الموضوع؟ هذا اول شيء سيعطيك فرصة انك تعطي حوار طويل عن نفسك ليس كالعادة انك انت مش عارف تتكلم ماي نيم از كذا اي لايك كذا ومش عارف انت كيف تتكلم عن مواضيع اخرى او طويلة. خذ وقتك وتكلم جمل طويلة عن نفسك وكثر الجمل. I visit my friends ممكن تضيف أزور أصدقائي. I play football. I drink coffee at the weekend. أشرب مثلا يعني قهوة في نهاية الأسبوع. ولا هذا الحال واعطي نفسك فرصة تجد نفسك إن ثقتك في نفسك تحسنت. الموضوع الثاني ستجد ان احنا عشان نطور المحادثة عندك في اللغة الإنجليزية انت تحتاج ايضا تتكلم عن موضوع طويل زي هذا ولكن يعني زمن اخر. طيب زمن زي ايش؟ يعني زمن مثلا زي الماضي. اذا كان هذا يتكلم present simple عن حياتك اليومية هذا سيتكلم عن الماضي. ما هو الماضي؟ مثلا نتكلم عن رحلة. يا اخي نريدك ان تحدثنا عن رحلة آخر رحلة أو أي رحلة أنت ذهبتها أنت وزملائك وعائلتك في الماضي إلى أي دولة؟ أحدهم يقول وهذه كيف هكونها؟ نفس الطريقة subject verb object في كل جملة.
subject verb object في كل جملة. طيب أنا عندما أكون هذه الجملة نفس الكلام، أنت بتتكلم عن مين؟ عن نفسك. نفس الموضوع I I I I لحد ما تروح المستشفى والعياذ بالله. طيب أنت هتبدأ الجملة عن نفسك وتقول مثلا، خلينا نتكلم مثلا بالعربي، أنا وأصدقائي أو أنا وعائلتي ذهبنا إلى مثلا البحرين أو إلى ماليزيا أو إلى القاهرة قبل سنة، مكثنا مثلا في فندق اسمه كذا كذا، استمتعنا بوقتنا، الجو كان جميل، قابلنا بعض الأصدقاء، اشترينا بعض الملابس، هذه كلها باللغة العربية. أنت الآن فرض تحولها لغة إنجليزية. I and my friends ولا family، هذا subject، أنا وعائلتي أو أنا وأصدقائي. ما هو الفعل؟ went، ذهبنا، ماضي go. ذهبت إلى فين؟ أعطيني الأوبجيكت. went to ماليزيا، went to إندونيسيا، went to مثلا جزيرة بالي اللي أنا مخطط أزورها إن شاء الله، went to مثلا تايلاند. طيب يفضل إن أنت إذا كان في المستويات الأولى أو لسه بتتعلم على المحادثات إنك ما تربط الجملة، لأنه يعني قد تقع في الخطأ. إحنا بنعطيك فرصة الآن إنك ما تقع في الخطأ وتكون جمل يعني. فتقول I and my friends with the family went to مثلا بالي. We، خلاص الجملة التي تأتي بعدها كلها we 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 we. هنا كانت I لأنك تتكلم عن نفسك فقط. لكن أول جملة قلت أنا وأصدقائي ذهبنا، أو أنا وعائلتي ذهبنا. بعد كده تقول نحن أكلنا، نحن شربنا، نحن زرنا، نحن ذهبنا، نحن استمتعنا، نحن سكننا في فندق كذا، نحن أكلنا السمك الطازج. فعلى طول يعني تقول we arrived، نحن وصلنا مثلا الساعة كذا كذا. we ate، ماضي eat. خذ بالك أن كل الأفعال ستكون في ماذا؟ في الماضي. فمن الطبيعي أن تركز. طبعا البعض من الطلاب من خبرتي في التدريس، وأن أتحدث عن هذا الموضوع وأقول له أخبرني عن برنامج الرحلة التي ذهبتها آخر مرة إلى الدورة الفلانية، فالمسكين هو يعني الطالب لا يشعر أنه يعني يتكلم الأفعال في المضارع، يعني هو يعتقد أنه يخبرني الماضي، يعني يقول في عقله نحن أكلنا، نحن وصلنا. لكن هو أنا كمدرس أسمع الفعل منه مضارع، فيقول we eat، فأقول له ate، يقول أيوة أيوة we ate، we arrived، وصلنا، أقول arrived، فلا يركز. فلذلك أنا ليش بكلمك الكلام هذا؟ عشان أنت من الوارد جدا إنك مش هتركز وهتقع في الخطأ هذا، فأنا يعني أنبهك له. نحن مثلا وصلنا، سكننا أو مكثنا، سيقول stay، أنت لابد أن تقول stayed، يعني المكوث والبقاء. we stayed in a hotel، في فندق. سيقول لك الطقس مثلا، the weather، الطقس أو الجو. سيقول لك is، تقول له لا، the weather was. لابد أن تركز على هذا الموضوع. أحدهم يقول لي ليش يعني مش is؟ لأنه الطقس إذا is مضارع، أنت بتتكلم على شيء حدث في الماضي، فالمفروض أن تقول إيش؟ The weather was beautiful، أو the weather was hot، أو the weather was cold، the weather was windy، رياحي، cloudy، وعلى هذا الحال. فإذا أنت هترجع مرة ثانية إلى we مثلا bought، ماضي buy. سيقول قد يقول أحدهم أنا اشتريت، فيقول لك we buy، تقول لا خذ بالك ستكون ماذا؟ we bought، اشترينا، ماضي buy هو bought. some clothes، بعض الملابس، some كذا كذا. we مثلا met، ماضي ايش؟ ماضي meet. قابلنا some friends، بعض الأصدقاء. we visited، زرنا. هل تسمع الطالب يقول visit؟ لابد أن تقول we visited، زرنا. we visit، اذكر المكان، زرنا جزيرة كذا، أو زرنا المكان الفلاني، أو المطعم الفلاني، أو الشارع الفلاني. we مثلا saw، رأينا. we ماضي swim، swam، فقط بدل I ترجع swam. we swam، نحن سبحنا مثلا في البحر، in the sea.
ومثلا وعلى هذا الحال. طبعا احدهم يقول طب ما هي الفائده يعني من الموضوع هذا والموضوع هذا؟ خلينا نركز يعني اخبرك جمله. الهدف اليوم انا حاب اعطيك فرصه انك تتكلم لفتره طويله وتمارس اللغه بشكل صحيح. يعني اذا احدهم اخبرك اتكلم عن برنامجك اليوم ايش بتعمل كل يوم، فستجد نفسك تتكلم من 5 إلى 10 دقائق دون توقف. I get up at 6 o'clock, I wash my face, I brush my teeth, I have shower, after that I go to work, I كذا كذا. ايضا كلمني عن رحلة انت ذهبتها انت وزملائك. I and my family visited London 3 years ago, قبل 3 سنوات. طيب كمل. We went in December. احنا رحنا كان في شهر ديسمبر or in January. The weather was, الجو كان very cold. So لذلك we bought, اشترينا some new clothes, بعض الملابس الجديدة. We stayed, مكثنا في فندق. The food was كذا. We met, قابلنا بعض الأصدقاء. We bought, اشترينا. We swam, سبحنا. We visited, زرنا. هتجيب كل الأفعال في الماضي وبتستدرج الكلام. هيجي من فين؟ من عقلك. الكلام فين هيجي؟ من عقلك، من الرحلة اللي انت ذهبتها. ستجد نفسك انك بتتكلم بتنطلق، مش الأسلوب القديم اللي انت تقول لنفسك انا مش عارف اتكلم على ايش، انا ما عنديش مواضيع اتكلم عليها ومش عارف كيف اعبر وحس لساني مربوط. طيب احدهم يقول طيب جميل هذا الموضوع وهذا الموضوع الاخر. طيب انا الان لو حبيت اتكلم عن موضوع اخر برضو وحاب ان انا انطلق فيه ايضا، ممكن تتكلم على your family، على عائلتك، هذا موضوع. او موضوع اخر تتكلم على what are you going to do tomorrow، عن ماذا سوف تعمل غدا. يعني انت هنا عندما احدهم يخبرك يعني مثلا كلمني عن عائلتك او كلمني عن اخوك او كلمني عن والدك، انت ستقوم تغيير الاي الى هي مثلا والدك، فتقول he gets up at he works he goes to work، ويذهب الى العمل. يعني انت لابد انك انت تطور محادثتك بهذه الطريقه. انطلق وحاول الا تسكت وحاول ان تكون جمله. هذه العمليه فقط تساعدك حتى يعني تنعش ذاكرتك وتطور نفسك في المحادثه. اتمنى ان تكون استفدت من درس اليوم، وحاول انك انت يعني تتكلم عن نفسك من تستيقظ الان تنام، ولا تتبع فقط هذه الطريقه، كثر الكلمات وخلي الموضوع طويل وغني. كذلك عندما تتكلم عن رحله انت ذهبتها اكيد هتستخدم افعالك كلها في الماضي، فانت تحتاج ان تطبق هذا الموضوع، فتحدث عن الموضوع هذا عن الماضي. تكلم عن عائلتك، قد تقول I have a big family, I have 3 sisters and 2 brothers, my father is a doctor, ولا is an accountant محاسب، ولا is a banker صاحب بنك، ولا ايش ايا كان. I كذا كذا، ابي كذا كذا يعمل في المكان الفلاني، عنده سيارة. ايضا tomorrow انت كلمني عن ماذا سوف تعمل غدا. Well, I am going to go to kada kada. I am going to play. I am going to study. I am going to visit. I am going to buy. سوف أشتري. سوف أزور. وعلى هذا الحال. أتمنى أن يكون الدرس أفادكم. لا تنسوا الاشتراك ولا يوقف المقطع عندك. رسل زملائك يدعي لك ويدعي لي ويعم الخير على الجميع. Thank you very much for your listening. Good luck. حظا موفقا. Goodbye. Hello everybody. مرحبا بكم جميعا الى درس جديد اليوم، ودرس اليوم حقيقة يهم تقريبا اي دارس للغة الانجليزية، بحيث انه اليوم هنتكلم على طرق التملق في اللغة الانجليزية. طبعا هناك عدة طرق للتملق في اللغة الانجليزية، وانت محتاج ان تعرف هذه الطرق عشان تعرف تستخدمهم وتعرف كيف تفرق ما بين هذه الطريقة وتلك الطريقة. الطريقة الأولى للتملك في اللغة الإنجليزية تقريبا هي الأكثر شهرة، عندنا الماي والهيز والهير والإتس واليور والدير والأور. أما الطريقة الثانية فعندنا الماي والهيز والهيرز واليورز والديرز والأورز. الطريقة الثالثة عندنا إس التمليك، تسمى إس التمليك البوسيسيف. طبعا هو أصلا الدرس كله على البوسيسيف، والبوسيسيف يعني
التمليك. الطريقة الرابعة عندنا اللي هي of، ولا تنطق بالفاء، تنطق أقرب إلى الفي، of وليست of. of كلمة أخرى تعني الإجازة، أو إنه ما فيش يعني، أو مطفي. فيقولوا مثلا غدا tomorrow is off، يعني بكرة إجازة، ما فيش شغل، ما فيش دراسة، ما فيش كذا، ما فيش دوام. تعالوا نشوف نفرق ما بين الأربع طرق اللي ذكرناها في التملك في اللغة الإنجليزية. طبعا عندنا بالنسبة الماي والهز والهير، باختصار هذه إذا أردت أنك أنت تستخدمهم، فأنت فقط تقوم بوضع اسم ناون بعدهم على طول، يأتي بعدهم ناون. البعض قد يسأل ما هو الناون؟ الناون هو الاسم، يعني كار وبوك وبن وبنسل، وأي اسم مش فعل ومش صفة. يعني أنت لا تستطيع أن تقول ماي تول، اللي هو طولي، كذا خطأ. تول صفة. ممكن تجيب صفة مع اسم، يعني مثلا تقول ماي تول مثلا بوك، كتابي الطويل. حتى أيضا ما تنفع تقول ماي لونج بوك. تول هو بالطول بالشكل هذا، اللونج هو الطول بهذا الشكل. فلذلك أنت ممكن تضع فقط صفة مع اسم، يعني ممكن تقول ماي، تضع اسم ناون فقط، يعني مثلا ماي هاوس. إذا أردت أنك تضيف صفة، تأتي الصفة قبل الاسم، مثلا ماي بيج هاوس. لكن أنك تقول ماي بيج بدون هاوس، هذه خطأ، يعني مش صحيح أنك تضع صفات بعد الماي أو الهز، أو حتى أنك ما يصلح تضع فعل، فقط يوضع الناون. أما بالنسبة للفرق ما بين نمبر 1 ونمبر 2، هذه صفة تملك، هذه صفة تملك. الفرق الأساسي بين نمبر 1 ونمبر 2 إنه هنا بتجيب ناون، هنا ما بيجيش بعدها ناون، يعني هنا لا يأتي بعدها اسم. طيب إيش الفرق؟ الفرق إنه هذه الماين أو الهيز أو الهيرز أو اليورز بمعنى حقي أو حقه أو ملكي أو ملكها أو ملكهم، لا يحتاجوا أن يضيفوا أي ناون بعدها، وإذا أضفتها يا سمرة خطأ. طيب في ممكن أنك تضيف الناون بس قبلهم، يعني تقول مثلا، أعطيني مثال، يعني مثلا تقول مثلا this car، هذه السيارة is، وطبع أحد mine، يعني تبعي، this car is mine، هذه السيارة ملكي، this car is his، ملكه، hers ملكها، yours ملككم، وtheirs ملكهم، وours ملكنا. لكنك تضيف الناون بعد هذه الأشياء خطأ، وهي تأتي في الاختبارات بعض النقاط على هذه النقطة، يعني بعض الأسئلة. في الطريقة الثالثة وهي إس التمليك، كيف نستخدمها إس التمليك؟ لها قاعدة معروفة وظيفتها كالآتي، ركز معي. تملك أي شيء بعدها، هذه الإس تملك أي شيء بعدها لما قبلها. أعيد، إس التمليك لها وظيفة معروفة، أن تملك أي شيء يأتي بعدها لمن تملكه لما قبلها. يعني مثلا علي's car، نحن نترجمها سيارة علي، فالإس هذه إيش عملت؟ قامت ملكت اللي بعدها، إيش بعدها؟ سيارة، ملكتها مين؟ اللي قبلها. مين اللي قبلها؟ علي. علي's car is new. حقيقة هذه الإس التمليك يمكن مهمة بشكل كبير، لكن ما يركز عليها كثير من الطلاب. فنحن نحتاج مثلا نقول مثلا شركة دي ام ان العالمية تبع عبد الرحمن، تبع عبد الرحمن او ملك عبد الرحمن، فنقول عبد الرحمن's international او جي بي اس international company. هذه الاس صراحة مهملة، كثير ما نحتاج ان احنا نستخدمها، ولكن بعض الناس ما يعرفوا كيف يستخدموها صح. من المشاكل في اللغة الإنجليزية عند البعض انه هو لا يستخدم فقط الشيء اللي بياخذه بشكل صحيح، ياخذ فقط السطح، ياخذ المعلومة ان هذه استمليك فقط، ويعدي الموضوع وينتقل الى نقطة اخرى. وهنا هي المشكلة اللي المفروض تركز عليها، انه انت لازم تفهم الموضوع بشكل سليم. يعني مثلا هذه النقطة خلاص نضع بعدها ناون، جميل، هذه ما يأتي بعدها ناون، قد يأتي بعدها ناون اسم،
ممتاز. هذه اسم التمليك تملك ما بعدها لما قبلها. جميل. واخذنا مثال علي's car is new. I saw Ahmed's father. انا رايت ابو احمد in في مثلا in the mall او in the او اجيب اسم المدينه اللي شفته فيها. في ملاحظه هنا انه اذا كان مثلا the doctor's houses، نركز انه احنا هنا مش دكتور واحد، هو دكاتره. طيب الدكاتره هؤلاء اذا هم كانوا جمع وحاب تملكهم بيوت او منازل الدكاتره، فالفاصله يعني ركز معايا، اذا كانت الفاصله قبل الاس ستصير بيوت الدكتور وهو دكتور واحد يعني. لكن لما تحط اس مثلا احنا اصبحت دكاتره وحاب تملك الدكاتره منازل، يعني منازل الدكاتره ار نايس او ار بيوتفول، جميله. فعليك انك تضع الاس التمليك بعد الفاصله عفوا بعد الاس. يعني باختصار او بطريقه اخرى، انت الان حاب تقول اقلام المدرسين. عندنا مدرس هي تيتشر، صح؟ هذه تيتشر. فلما تضع فاصله وتضع اس زي ما تكلمنا هنا هتصبح اقلام المدرس. كم مدرس؟ يعني مدرس واحد، فملكنا اقلام، اقلام المدرس. لكن اذا اردنا ان نقول اقلام المدرسين مش مدرس واحد، فقط نقوم بنقل الفاصله هذه الكوما الى ما بعد الاس فقط، عمليه نقل. شوف حاجه بسيطه وحركه بسيطه تغير المعنى، اصبحت اقلام المدرسين مش اقلام مدرس. يعني يا استاذ مراد لو انا نقلت الفاصله الى قبل الاس تصبح اقلام مدرس واحد، صحيح. اما اذا قمت بنقل الكوما الفاصله هذه الى ما بعد الاس فتصبح اقلام المدرسين. بالضبط هذا هو المقصد وهذا هو الشيء اللي انا اقصده. اس التمليك هذه تستخدم زي ما انتم شايفين تملك ما بعد لما قبلها، واخذنا المثال الاول والثاني والثالث وشفنا موضوع الجمع. ايضا اس التمليك هذه احيانا لا تحتاج ان يعني ان تكون هناك اسم بعدها، يعني مثلا ليلى's hair، شعر ليلى، hair هو الشعر. ليلى's hair is longer، زي ما قلت لكم هو بالطول، longer than فاطمه's. فاطمه's ايش؟ المفروض انه تكون فاطمه's hair. لكن هنا يعني يحب انه هو يوصل لك نقطه، يقول لك مش شرط انك تجيب بعدها اسم. واحد يقول ما فهمت. اوضح لك الموضوع بشكل اخر. انت حبيت تقول ان سيارتي اغلى من سياره احمد، المفروض ان الجمله تكون كالاتي: My car is more expensive، اغلى than احمد's car. احمد's، سواء احمد نحط الاس وكار، احمد's car. هو حاب يقول لك انك انت مش شرط انك تحط كار، يعني تقول My car is more expensive than احمد's، تقدر تضعها احمد's او علي's بدون ما تضع كار. يعني هذه ممكنة؟ أيوه ممكنة. وهذه الطريقة يعني هي نفسها، هي نفسها فقط طالما انك ما تذكر الاسم بعد الاس. أعيد مرة ثانية موضوع الاس لأنه يحتاج إلى تركيز. عندنا اس التمليك وظيفتها أنها تملك ما بعدها لما قبلها. وهذه اس هي للناس، للعاقل، للبيبول. يعني ما يصلح أنك تملك لغير العاقل. يعني الان لو ركزتوا على جميع الجمل، احنا ملكنا علي وملكنا احمد وملكنا الدكاتره بيوت وملكنا ليلى شعر، فهي تملك فقط العاقل مش غير عاقل. وانا هوضح الموضوع هذا في الاخير. طبعا اي واحد يقول طب اذا حبيت املك غير العاقل مين؟ الاف هي هذه. الفرق بينها وبين هذه ان هذه الغير العاقل وهذه للعاقل. لكن ركز زي ما قلنا على اس التمليك انها تملك ما بعدها لما قبلها، وانه في حاله الجمع تضع الفاصله بعد الاس، في حاله المفرد تكون قبل الاس، وكذلك انه انت مش شرط انك تضع اسم احيانا بعد الاس اذا اردت يعني هذا الشيء، فتقول مثلا محمد سكار، او واحد يقول لك مثلا هوز كار از ذيس او هوز هاوس از ذيس، تبع من هذا المنزل، فتقول ات از محمد. يعني اقدر اقول استاذ مراد محمد هاوس، اقدر اقول محمد، تستطيع في كلا الحالتين صحيحة بدون ما تذكر الاسم، مجرد ما تقول محمد أو ليلز تبع مين هذا الكتاب؟ It's ليلز، بدون مثلا ما تذكر البوك أو الهير.
ننتقل إلى الطريقة الرابعة وهي حقيقة جدا مهمة، وقلنا تنطق أقرب إلى الفي وليس الفاء، وهذه تملك الثينكس الغير العاقل الأشياء. تعال نشوف كيف تملك الغير عاقل. يقول the window of the room is big، إن نافذة الغرفة كبيرة. إحنا ملكنا مين؟ الشباك غير عاقل والنافذة، والروم أيضا غير عاقل. The bus of our school، إن الباص تبع مدرستنا، باص مدرستنا. يعني واحد يقول إيش ترجمة هنا؟ زي ما تقول تبع أو الخاص بي، الباص الخاص بمدرستنا is old، قديم. وحقيقة هذه تستخدم too much، لكن الناس بتخلط ما بين هذا وهذا، وأحيانا يعني ما يعرفوا الفرق إنه هذا لل people العاقل والأوف لغير العاقل. يعني عايز راح يقول لي واحد وضح لي يعني هذه العاقل غير عاقل. ركز معي هنا. The house of my sister كذا خطأ. شوف أنا عملت لك عليها X. ليش يا أستاذ مراد؟ وضح لي. The house of my sister أنت ملكت لي عاقل. Sister يعني أخت. دكاترة يعني عاقل. أحمد عاقل، علي عاقل، ليلى عاقل. أنت تملك العاقل؟ طب يعني صح يا أستاذ مراد إن أنا أقول my sister's house، يعني صحيح. تضع الفاصلة هنا وتحط الهاوس، تصبح منزل أختي، لأن أختي أو أخي أو أبي أو عمي أو مدرسي أو دكتور هذا عاقل، فما تستخدم معهم الأخت، تستخدم معهم إيش التمليك. وكذلك ما تقدرش تقول the schools، تضع التمليك باص، ملكت إنه الباص لا. إحنا قلنا هذه للعاقل وهذا الغير العاقل. الصحيح اللي هي الأولى the bus of our school أو the bus of the school. أتمنى تكون أعتقد الصورة واضحة باختصار كذا من عندها عشان تترتب أفكارك حبة حبة. هذا الموضوع يمكن بصراحة ما قد شفته أنا كدرس أمامي، أنا بحاول أساعدكم قدر الإمكان عشان أرتب أفكاركم. إحنا اليوم تكلمنا على أربع طرق تمليك في اللغة الإنجليزية، طرق التمليك بالماي والهيز والهير، وكذلك الماي والهيز والهير. وقلنا هذا الفرق بين هذا وهذا، أن الماي والهيز تأتي دائما بعدهم اسم، لازم تجيب بعدهم اسم، ما تجيبش بعدهم صفة، ممكن تجيب اسم وصفة، ما تجيب بعدهم فعل، ما فيش ماي جو، تمام؟ يعني بعض الأحيان ترجم يقول لك ذهابي، إن ذهابي إلى ذلك المنزل كان بسبب، لا هذا الموضوع خطأ، يعني حاجات أحيانا بيعملوها الطلاب مساكين، يعني بيترجم ترجمة حرفية. واحد يقول طب ترجمة لا مش وقتها، أنا ما أحبش أدخل نقاط كثيرة مع بعض في آن واحد، كل شيء في وقته حلو إن شاء الله. الماين قلنا ما يجيش بعده اسم خالص، ويجيبوه في الاختبارات للطلاب في المدارس والجامعات ويعطيه اختيارات، يحب يتأكد هل هو يعرف انه هذه الطالب يعرف ان هذه لا يأتي بعدها اسم، حاب يتأكد انه الطالب فاهم او مش فاهم. قلنا هذه يأتي بعد لا يأتي بعدها اسم ابدا، لكن قد تأتي بعدها قبلها عفوا، يعني this book is mine، هذا الكتاب، this car is yours، هذا الكتاب ملكك او تبعك تفضل حقك. وعلى هذا الحال الطريقة الثالثة قلنا اسم التمليك ووظيفتها، تملك ما بعدها لما قبلها، وعليك أن تأخذ بالك أنها للعاقل، أما الأوف لغير العاقل. وأن اسم التمليك هي إذا كانت تملك مفرد فتأتي فاصلة ثم تأتي الاسم، لكن إذا كانت تملك مدرسين جمع أو دكاترة أو طلاب فيكون الفاصلة بعد الإس فتصبح أقلام المدرسين أو الطلاب أو أيا كان. وتكلمنا أنه ممكن الإس هذه ما تجي أحيانا، واحد يقول تبع من هذا المنزل إتس عبد الله، يعني عبد الله's house، بس إحنا ما ذكرنا الهاوس، فيمكن أن تقول عبد الله's house ويمكن تقول عبد الله. أما الأوف وقلنا أقرب إلى الفي بنطقها، هي تتخصص بتملك للأشياء، وقلنا إن تملك غير عاقل لغير عاقل، ولا يصح أن تستخدمها لغير العاقل، يعني للإنسان، للبيبول، للناس، خطأ. كل شيء له تخصصه، هذا تخصصه الناس وهذا تخصصه الأشياء، وقلنا ما يصلحش إنك تقول هذه الطريقة. أتمنى أن يكون درس اليوم استفدت منه، فهمتوا إيش الطرق التمليك اللي نستخدمها في اللغة الإنجليزية، وهي مهمة جداً، ولكن للأسف بصراحة أنا أشوف أخطاء كثيرة جدا عند الطلاب، فهذا الدرس حقيقة يشكل مهم، يعني يشكل درس مهم جدا
فاسمعوا مرة أو مرتين ثلاث مرات حتى تستوعبوا. معلش يعني ما هي يعتبر تضييع وقت، بالعكس يعتبر تعميق للفهم. لا تنسوا الاشتراك، وإذا عندكم أي يعني تعليق أو أي استفسار أو أي رغبة أن أنا أشرح دروس للمستقبل ممكن تكتبوها في التعليقات. Thank you very much. اشتركوا مع زملائكم واللايكات. Good luck. حظا موفقا. بالتوفيق إن شاء الله.